الآن الإيرانيين بدوا يبحثوا عن وسائل إيصال أخرى للتسليح لميليشياتهم في سوريا، وبدوا يبحثوا في قضية نقل هذا السلاح والمعدات عن طريق البحر، واللي تعرف جلابك تأخذ وقت طويل، أو عن طريق الطائرات التي تكلفهم كثيرا. بدأوا الآن بنقل بعض الأسلحة عن طريق الطائرات من مطارات مشهد وطهران مباشرة إلى مطار دمشق. ولذلك تشوف بين أو مطار حلب، تشوف بين حين والآخر إسرائيل تقوم بضرب هذه المطارات، لأنه تصلها معلومات مؤكدة على أن هناك مخازن للتسليح. طيب، لذلك هنالك مسألة مهمة جدا دكتور، عفوا عن المقاطعة، ولكن القارب الآن إذا اقتربت العشائر العربية وتحالفت بشكل أكبر مع النظام السوري ومع الفصائل المسلحة المقربة من إيران، إيران بشكل عام، كيف ستتغير الأمور برأيك؟ أنا أعتقد أنه الولايات المتحدة الأمريكية ما تتصادم مع العشائر، ولذلك هي الآن أكو نوع من التفاوض حقيقة، ليس مباشرة، حتى أكد لك ما في تفاوض مباشر مع العشائر. العشائر ترسل رسائل أحيانا عن طريق بعض الوسطاء المحليين أو الدوليين اللي عندهم علاقات بالولايات المتحدة الأمريكية، وأقصد بالتحالف، ترسل رسائل بأنه إحنا على استعداد لأن نتعاون مع التحالف الدولي مع القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا، وبالتالي هذا التعاون يشمل كما ذكرت لك على أنه نعمل على تشكيل مجلس أمني ومجلس خدمي، إدارة محلية يقصدون بها. هذه الإدارة المحلية نعم تمثل كل أبناء المناطق، وبالتالي يعني يتوقف القتال ويصير الاستقرار. هذا مطروح الآن، ولكن مدى ثقة الولايات المتحدة الأمريكية بالجانب العشائري تعتمد على الحسم اللي راح يحصل، وأنا أعتقد الحسم سوف لن يطول. يعني إحنا نتحدث عن أيام ليست أشهر، أقصد الحسم العسكري، وأعتقد إمكانيات قسد تفوق إمكانيات العشائر بشكل كبير، وأعتقد هي تفوق حتى إمكانيات الجيش السوري. الآن التحول الأخطر اللي يعاني منه النظام، ولذلك شفت رحلته إلى الصين، هي كانت ردة فعل من التراجع الدور الروسي أو عدم رغبة روسيا في الاستمرار بالقتال أو تحمل نفقات هذه الحرب، وهو متورط في حرب أوكرانيا وهو يعيش عزلة دولية وحصار. لذلك الروس لاحظ موقفهم ليس ذاك الموقف الفعال في هذه المعارك اللي تتحدث عنها جنابك، يعني ليس على مستوى الطيران، كان معروف الطيران الروسي يشن هجمات كبيرة على يعني على المناطق السورية وحتى على المنتفضين. ولاحظ ما يعاني النظام الآن من الثورة والانتفاضة الكبرى في السويداء، وأكو مؤشرات على أنه هذه سوف تمتد حقيقة هذا الأسبوع في كل أراضي محافظة السويداء وصولا إلى الحدود الأردنية، وهنالك نبأ يعني لست متأكدا منه أنه تم تقديم طلب يعني من زعماء السويداء إلى الجانب الأردني لفتح هذا المعبر، المعبر ما بين الأردن والسويداء، وهذا طبعا بحد ذاته سوف يقسم ظهر النظام. إذا النظام يعيش في عزلة سياسية وعنده ارتباك أمني وهو لا يسيطر، حتى الصينيين بالمناسبة قالوا له أنت ما تسيطر على أقل من 50% من أراضي سوريا، هو يقول 60%، لكن الواقع يقول أقل من 50%، وأنت مديون فقط إلى إيران بحدود 50 مليار. نعم. وبالتالي الصينيين هواي براغماتيك، فلذلك الصينيين ما كانوا متفاعلين معه بأنه يساهموا معه في حل مشاكله الداخلية والخارجية. أقول هذا كله يقع في إطار هذه المعركة اللي نتحدث عنها، وهذه المعركة قد تحسم طبعاً بكل تأكيد أنه قسد ما راح يعني تنهزم من هذه المناطق أو تخرج، وأنه العشائر العربية ما عندها حليف لحد هذه اللحظة. أكو شكوك على أنه عندها شبه تحالف مع جانب النظام وإيران وميليشياتها، ولكن بالتأكيد وقطعا أقول لك ياها ما عندها أي تعاون وتحالف مع التحالف الدولي، ولكن في طور التفاوض هذا الآن موجود. شقد راح تقرر الولايات المتحدة الأمريكية وهي سوف ترى مصلحتها، أولا فيما يتعلق بقتال داعش، اثنين في تأمين تواجدها في المنطقة، ثالثا في خلق الاستقرار لهذه المنطقة المهمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، رابعا الوصول إلى تأمين الحد العراقي السوري، وأقصد هنا التأمين بمعنى ليس غلقة كما يتصور البعض، ولكن لمنع استمرار تدفق الأسلحة والمخدرات من العراق إلى سوريا أو من سوريا إلى العراق. نعم.